جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم تأجير العقار لرجل مسلم لأناس كفار أو أهل معاصي؟ لا يجوز هذا، إذا كان يعلم من هؤلاء أنهم عصاة من المسلمين يفعلون المعاصي ويتأخرون عن صلاة الجماعة فإنه لا يجوز له أن يؤجرهم مساكن أو دكاكين أو غير ذلك، لأن هذا من إعانتهم على المعصية ومن عدم إنكار المنكر عليهم. وكذا تأجير الكافر إذا كان في سكناه ووجوده في هذا المحل مضرة على المسلمين أو كان يظهر فيها كفره فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤجره، أما إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين ولا يظهر كفره ومذهبه فلا مانع من تأجيره، وإن كان الواجب على ولاة الأمور وعلى عموم المسلمين أن يبعد الكفار عن بلاد المسلمين خصوصا جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال لا يجتمع فيها دينان، هذا هو الواجب على المسلمين، كل ما ابتعدوا عن الكفار فإن هذا أحسن لهم وأسلم لهم.